السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في استعراض لفيديو جديد من مسلسل طائر الرفراف. الحلقة 28 من مسلسل طائر الرفراف ستكون مليئة بالأحداث المثيرة والمميزة، ففريد بعد أن يعود خائبا للقصر بعدم عودة سايران معه سيخبر إيفيكات أن زواجه انتهى وكل شيء سيغلق للأبد، وإيفيكات ستستغل الوضع وتتصل بزيرين وتخبرها بما جرى، حتى أنها ستعزمها على طعام إفطار رفقة بيلين، حتى أن بيلين ستزور خالص آغا والذي سيبدأ جديا في التفكير بتزويجها لفريد بعد طلاقه من سايران، وفريد سيختفي في هذه الأثناء ولن يكون في القصر، وإيفيكات ستخبر خالص بقدوم زيرين وبيلين وهو سيوافق على هذا. فريد سيحس بغياب عابدين وسيحس بتأنيب الضمير بعد الكلام القاسي الذي وجهه له، لكن هل سيعود عابدين يا ترى؟ سنرى زيارة عائلة صفوة أغا لكاظم وتعرفهم عليهم، وسيكون الشخصية الجديدة طارق حاضر وسيعجب بسيران، حتى أن كاظم سيلمح لهم بأن سيران ستتطلق قريبا من فريد كورهان وسيستغل صفوة أغا هذا، وسيرى إعجاب حفيده بها وسيفكر جديا في أن تكون زوجة لطارق. سايران ستحس بالندم لعدم عودتها لفريد وسيلتقي الثنائي في سيارة فريد ويجمعهما مشهد مؤثر، وسيعلم فريد بنوايا كاظم وتقرب طارق من سايران، وستكون الأحداث نارية وغير متوقعة. إلى هنا نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.